أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بأفضل صحة وخير. النهاردة هنتكلم هل ذكر الحمام ممكن يتجوز نتيتين؟ طيب إيه الشروط علشان نقدر نجوز ذكر واحد لنتيتين؟ والطريقة دي بتنفع إمتى؟ وهل هعملها باستمرار ولا إيه الحالات اللي أقدر أجوز الذكر لنتيتين؟ اتمنى تستفيدوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والتعليق وان انتوا تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من مربيين الحمام طبعا لو اعجبكم الفيديو. قبل ما نتكلم على التفاصيل حابه انقل لكم تجربتي مع جوز الحمام العبسي الاسود اللي انتوا شايفينه مع النتايتين دول. زي ما انتوا شايفين دي النتايه الاولى اهي مجمعه القش. طبعا انا مصوره لكم بفترات مختلفه، يعني هنا التصوير بالليل وهنقل بالنهار للنتايه الثانيه. اللي حصل عندي ان النتايه البنيه اللي شفتوها في بدايه الفيديو اللي هتبقى راكده على البيض اللي انتوا شايفينها دلوقتي اهي دي كانت عيانه، كانت مصابه بمرض السلمونيلا المفصليه، فانا عزلتها لمده شهر في مكان مختلف عن الذكر بتاعها وجوزته للنتايه دي. واول ما جوزتهم على طول بعديها مفيش 10 ايام ولقيت فعلا الحمامة ابتدت تحصي الحصويتين بعديها، بس حصل ظروف يعني والبطين باظوا. رميت البطين اللي هم عشان كانوا متخصبين وكل حاجة، بس كان حصل يعني كبس للبيض، وهبقى اقول لكم الاسباب اللي ممكن تؤدي لكبس البيض في فيديو تاني. المهم بعد ما الحمامة البنية اللي انتوا شايفينها ديت خفت، فابتديت ان انا اجيبها في البلكونة عندي، فابتدت هي عارفة مكانها، ابتدت تيجي عايزة تدخل لي العش بتاعها الذكر بيمنحها. فروحت قلت ايه لكن كان يعني بيلف وراها، فحطيتها على طول في العشة اللي جنبها على طول، فبقى الذكر بالتناوب ما بين السلكتين او العشتين يجي شوية عند النتاية الاولى وبعدين يروح للنتاية التانية. وعندي هنا كمان اللي قاعدة او راقدة على البيض دي النتاية، والتاني ده الذكر. الذكر دوت لسه ما خلصش ريش وباضت الحمامة البطين عليه ريشتين، انا هوري لكم اهو. ادي اهي دي ريشة الدم، وعديت بعديها ريشتين، يعني المفروض كمان يشتغل بعد شهر، بس عشان النتاية عندها خبرة وكانت بتبيض قبل كده والذكر بتاعها طار، فبعديها مفيش اسبوع جوزتها للذكر ده. طب ايه اللي انا عايزه اقوله لكم من الحكايه اللي انا حكيتها ديت ان الذكر لو النتايه بعيده عليه وجوزته بعديها مثلا بكام يوم نتايه تانية هيتجوزها، وكمان العكس لو الذكر بعيد عن النتايه وحاولت اجوزها ذكر تاني هتتجوزه. فلو انت عايز تجوز ذكر واحد لنتايتين او ثلاثه تقدر ان انت تدخل الذكر على نتايه نتايه، بس تكون كل نتايه في قفص او في سلاكه لوحدها او منعزله عن التانيه، بحيث تدخل مثلا الذكر على نتايه رقم واحد وتخليها فتره او مثلا لمده اسبوع لحد ما يتم التزاوج، وبعدين تستنى يا اما تستنى لحد ما تحصي النتايه اول حصويتين او اول ما تبيض البطين، وبعدين تنقل الذكر للنتايه رقم 2. طيب هل الطريقه ديت ناجحه ولا ايه مميزاتها وعيوبها وامتى استخدمها؟ في الحقيقه يعني انا ما بفضلش الطريقه ديت، وهي جت بمحض الصدفه عندي، يعني لولا ما كان عندي فرد حمام انا عازلاه وبعدين تم التزاوج انا ما كنتش خالص هقصد ان انا اعمل العمليه دي، بس خير وبركه يعني ربنا سمح بان هم يتجوزوا، دي حاجه انا ما دخلتش فيها، ده خير وربنا باعت رزق للواحد. طيب عيوبه ايه؟ عيوبه لاني الذكر بياخد نتاية، فالاتنين مش مجرد ان النتاية بتبيض والذكر بيكسر على النتاية وخلاص، لا ده في مهمة تانية اللي هي مهمة
التحضين لو افترضنا ان الاتنين باضوا في نفس التوقيت، يعني النتايه دي باضت بالطين ودي باضت بالطين، طب الذكر هيقعد هنا ولا هيقعد هنا؟ ما كله هيبقى ارهاق على النتايه دي، رقم واحد. تاني حاجه النتايه هتضطر ان هي تاكل لوحدها الزغاليل، وده هيضعف من صحتها فيما بعد. عشان كده لو تلاحظوا انا فتحت العينين مع بعض بحيث ان الذكر يتناوب في تأكيل الزغاليل فيما بعد او في الرقد على البيض. بس الطريقة دي انا بشوفها ناجحة جدا في موضوع الناس اللي بتفرخ بيض علشان تحضنه تحت حمام تاني، يعني وليكن انا معايا مثلا حمام نفاخ او هزاز بيحصي حصويتين وعندي كذا جوز حمام حضان او عطال، فانا باخد البيض بتاع بفرخه من الحمام الغالي واحطه تحت الحضان الرخيص، كده انا بزود الانتاج بدل ما استنى في المرة الواحدة 40 يوم تقريبا، لا ده انا بقدر ان انا اجمع حصى كتير او بيض كتير واقدر انتج منه لو انا برزق من الموضوع ده. فانا حبيت يعني انقل لكم اللي حصل عندي واقول لكم ان ينفع ان انت تجوز الذكر نتايتين او ثلاثة، بس راعي برضو المميزات والعيوب. فشكرا جدا لمتابعتكم لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو في اي حاجة او معلومة حابين تعرفوها ياريت تكتبولي في التعليقات. مع الف الف سلام، باي باي.